أسعد الله مساءكم إخوتي. في مرة من المرات كانت ستزورني مريضة في العيادة. هذه المريضة عمرها 91 سنة، وجاء معها ابنها 70. وعندما شاهدتها في غرفة الاستقبال وجدتها مثل النساء القويات من أهل بلادنا، قامت هكذا، وقفت على رجليها ومعها عكاز، فأخذت بيدها وبدأت أتمشى معها إلى غرفتي، وهناك بدأت بالمزح معي. عندها كان حس دعابة وذكاء وبديهية يعني مميزة، وكان وجهها يشع حيوية رغم عمرها الكبير، ورغم أنها يعني تعاني من ضعف في النظر شديد، وتعاني في ضعف من الذاكرة، ولكنها طوال جلوسها عندي وبجوار ابنها كانت تمزح وتضحك طوال الوقت، تمزح معي بأسلوب جميل جدا، وتحول الجلسة، كانت الجلسة عبارة عن سوف أعطيها التشخيص الطبي الشديد بالنسبة لها، بالنسبة لإصابتها بنقص الذاكرة، ولكنها حولتها إلى جلسة سعيدة وفيها كثير من الفكاهة وخفة الظل. ولكنها قالت في تلك الجلسة كثير من أمور الحكمة. فأول ما قالته ذكرت ابنها الذي يجلس بجوارها، قالت لي: أنا لماذا أبالي؟ عندي ابني، الله يخلي، يعني ما هذا المعنى، الله يخلي لي إياه، فأي شيء أحتاج فقط أتصل به فيكون عندي في نفس اللحظة ويحقق لي. فتذكرت قصة قرأتها عن القاضي شريح. القاضي شريح كان عالما كبيرا وجلس في القضاء بزمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 60 سنة وهو قاضي. فكان قرأت هذه القصة ولا أعلم من مصداقيتها، ولكنه كان يجلس حوله العلماء، فكانت أمه تناديه من وراء الستارة: يا شريح، هل أطعمت الدجاجات؟ فيقوم من فوره دون أن يبالي من يسمعه، فقط ليلبي نداء أمه. فذكرتني هذه المرأة العجوز عندما قالت لي أنها مجرد أن تنادي يقوم ابنها هذا بتلبيتها، وهذا يخالف النظر التي ينظرها الناس ويظنون أن السويديين لا يعتنون بآبائهم. ليس كل الناس سواسية، فهناك منهم أيضا البارين والذين يتحملون ويقومون بواجبهم على أتم وجه في رعاية المسنين. ثم قالت لي هذه المرأة أيضا شيء جميل، قالت لي بالحرف الواحد: تيفي إرخيت، يعني التلفزيون هو وسخ. فقلت لها، ابنها لم يوافقها الرأي أو نظرة، لكن قلت لها: أنا هناك كثير من الناس ما يوافقك هذا الرأي، بأن كل ما نراه في التلفاز هو عبارة عن أوساخ للأسف يلقوها في عقول الناس، للأسف تحول. فقلت لها: ماذا تفعلين؟ هل تقرأين؟ قالت لا، عندها ضعف النظر. قالت: أنا أستمع إلى الموسيقى طوال الوقت، فأستمع إلى بيتهوفن وموتسارت، وذكرت أسماء كثير من الموسيقيين المشهورين جدا. ثم قالت لي: أنا شاكرة، أنا سعيدة في حياتي وراضية، وأشكر كل يوم الحياة لأنها أعطتني ما أعطتني، فأنا دائما أنظر إلى الأمور بإيجابية، ويجب على الإنسان دائما أن ينظر بالأمور الإيجابية، ويجب على الإنسان أن يعطي دائما حتى يجد معنى العطاء، ولا يبخل أبدا، ولا يبالي بأمور الدنيا الزائلة. حكم عميقة جدا خرجت من هذه المرأة السويدية الكبيرة في السن، عمرها 91 سنة، ولكنها لا تزال عندها هذه الحيوية وهذه الطاقة، وابنها 70 يجلس جوارها ويبتسم عندما تذكره، وأنا قدرته جدا لأنه كان بارا بوالدته على هذا الشكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بوالدينا، وأن يغفر لهم، وأن يجزيهم كل جزاء، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. آمين آمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.